السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي لاتوليا دو كاوتر. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الوصفة ديال البغرير معمر، وهي وصفة معروفين بها الناس ديال فيكيك. قبل ما نبداو غادي ان شاء الله نوريكم المقادير. هنا عندنا 350 غرام ديال الفينو ولا لاسومول اكسترا فين، عندنا نص معلقة كبيرة ديال السكر، نص معلقة كبيرة ديال الخمارة، معلقة صغيرة ديال الملح، خنشة ديال الخمارة الكاطو 11 غرام، معلقة كبيرة ديال الخل، و 700 مليلتر ديال الماء الدافي، وبيضة سمحوا لي نسيت ما درتهاش في المقادير. هنا عندنا جوج البصلات متوسطين مقطعين كرويات صغار صغار مكعبات صغيرة، عندنا بصلة خضراء وبصلة حمراء حتوما مقطعين بنفس الطريقة مكعبات صغيرة بزاف، 250 غرام ديال الكفتة، زيت الزيتون، والتتبيل عندنا الملح، عندنا الكمون، فلفل احمر، الابزار، الحار ولا قلياطة على حسب كيفاش تسميوها، والقزبر ومعدنوس. ان شاء الله غادي نبداو نشحروا هاد التوابل. غادي ندير زيت الزيتون، كنشوف ان الخليط شرب الزيت، نزيد واحد شويه نبدي ان شاء الله ندير التوابل. عندنا هنايا الملح، البزار، لا فلفل الأسود، حطو عليهم الكفتة ونخلطو مزيان. نكملو التوابل اللي بقاو، كمون، الفلفل الحمراء، شويه ديال الحار بالنسبه للناس الكافي، والقزبر والمعدنوس. انا عندي هنا بصلتين. غادي نبقاو نخلطو هنايا هاد الخليط حتى يطيب مزيان وما يبقاش فيه نهائيا، ما تبقاش لاصوص، كله ينشف ونرجع لكم من بعد. الحشوه ديالنا ها هي وجدات كيف ما كتشوفوا، ما بقاتش فيها لاصوص، زدت عليها زيت الزيتون وطيبتها، ودابا غادي نخليها على جنب حتى نكمل البغرير. نوتخ فارس اي بريت، اون فا كومونسي ا فير البغرير. دونك كنديروا بيضه في الخلاط ديالنا، سمحوا لي نسيت ما عطيتهاش في المقادير في الاول. دونك ان نوف دون لو بلاندر، كنضيفوا عليها معلقه صغيره ديال الملح، اون كويره كافي دو سيل، نص معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، لا لوفور بلونجير، سكر، لو سكر، وكنكبوا هذيك الكميه ديالنا ديال الماء. نحاولوا نحترموا الترتيب ديال المقادير باش يجينا، باش تصدق لنا العجين. على حسب النوع ديال السميد، هنا كتشوفوا غادي نزيد السميد اولا الفينو، دونك غاجوت لو اونسويت لا سمول اكسترا فين، ونسي دو غاردي لوردر دي زانغريديون.
بالنسبه للسميد على حسب النوعيه، يقدر يشرب الماء بزاف او لا، نتوما غتادابتاو. الا كانت ثقيله زيدوا لها الماء، و الا كانت خفيفه زيدوا لها شويه ديال السميد. وهنا غادي ندير لها الخميره الكيماويه، وحتى نطحن عاد وكنزيد هذيك المعلقه ديال الخل، وغاجوت لا لوفور شيميك اي اون ميكس. كيف ما كتشوفوا معايا هكا كيجي القوام ديال العجين ديالنا. من بعد ما طحنته وزدت عليه الخل، خليته يرتاح 10 دقائق حتى 15 دقيقه. الا جاكم خفيف كتزيدوا عليه شويه السميد مع شويه ديال الخميره الكيماويه، والا جاكم ثقيل كتخفوه بشويه ديال الماء دافي. المهم بعد ما كيرتاح كيتقب بوحدو. كيف ما تشوفوا نطيب هنايا البغرير، كنكب واحد الكميه في المقله، كنشعلوا عليها النار شويه مجهده، كنخليوها طيب وهي كتقب. انا سبخ لي درت بعض البغريرات، ها هما، وكنصحكم تبردوا المقله ما بين بغريره وبغريره، دوزوها تحت الماء بارد. الوغ اون مي ان بو دو نوتر بات دون لا بوال كون اشوفي افون. Et comme vous avez vu, on met de la pâte sur feu un peu vif. Et voilà, on attend que ça fasse les trous. Voilà. بعد ما طيبنا البغرير ديالنا كامل غادي نعمروه، ناخذ البغريره وناخذ الحشوه ديالنا، وتنديروا الحشوه في وسط البغريره وكنردوا عليها الطرف الاخر. كاينين هنا طريقتين، الطريقه اللي استعملت انا هو انني شديتهم بالمقبض، اللي ما عندهاش ولا ما بغاش دير هذه الطريقه كتقدر ترد غير العجين وتقرصو في الجناب وكيشد راسو، بشرط انها تعمر كل بغريره مباشره من بعد ما طيبتها، لان هذه العمليه ما كتنجحش الا درناها في البغرير من بعد ما يبرد. يعني الا اختاريتو ما تخدموش المقبض خاصكم تعمروهم وهما سخان. من بعد ما كملت التعمار ديال البغرير ديالي كامل، ها هو كيفاش كيجي الطريقه النهائيه ديالو. سهل وبنين بزاف، كنتمنى انكم تجربوه. انايا هنا اختاريت انني نشدهم بالمكبتات، تقدروا الا ما بغيتوش تعمروهم من بعد ما تخرجوا كل بغريره من تكون سخونه، بشرط انها تكون سخونه، تعمروهم وتقرصوهم في الجناب وكيشد كيلصقوا. هاد الطريقه تقدروا ديروها إلى عمرتهم مباشرة بعد ما تقلعوهم من المقلة، لأن العجين من يبرد ما كيلصقش. نتمنى تجربوهم بالصحة والراحة، وما تنسوا تشجعوني ببارتاج بزاف وتابوناو. شكرا لكم.